ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بالحديث المتواتر يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة، والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي. هؤلاء يقولون نعم نعتقد في هذا القبر السؤال المنكر النكير والى اخره. ليه؟ لان الرسول عليه السلام اخبر بذلك. إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر، ماذا يضرنا؟ واين في الكتاب او في السنه اشتراط عدد معين حتى يجوز لنا ان ناخذ بهذا الحديث اذا رواه هذا العدد المعين؟ يعني من ذكر اخوه والقران اقوى من الحديث المتواتر بالنسبه للاسلام بقوه تختلف. لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضع البحث، هنا موضع البحث. أما أن الحديث الدوام الأقوى هذا لا إشكال فيه. نعم.